بعد تأجيل إقامة مهرجان القاهرة السينمائي السنة اللي فاتت، قرر الناقد سمير فريد رئيس مهرجان القاهرة إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 36 لمهرجان القاهرة السينمائي، واللي من المقرر إقامتها في الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر القادم. واختار سمير فريد فريق عمل متميز لتقديم المهرجان في شكل مشرف، وهيشارك في المهرجان حوالي 58 فيلم روائي طويل كلهم للكبار فقط، منهم 11 فيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان. وخلال المؤتمر قدم الناقد سمير فريد كشف حساب عن ميزانية المهرجان واللي وصلت ل 350 ألف جنيه. اختارت إدارة المهرجان الفيلم التسجيلي الإماراتي الطويل أحمر أزرق أصفر للمخرجة نجوم الغانم ليكون فيلم الافتتاح. تفاصيل أكتر هنعرفها حالا من سمير فريد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ونشوف هيقول لنا إيه في تقريرنا اللي جاي. كنا عايزين نعمل مهرجان في نوفمبر قبل اسبوعين من مهرجان ابو ظبي، وقبل بعد اسبوعين من ابو ظبي، وقبل اسبوعين من دبي، بحيث ما يبقاش فيه تعارض مع المهرجانين. فالاتحاد الدولي قال احنا مالناش دعوه لا ابو ظبي ولا دبي، فده سبب ده. وبعدين هو خدمنا الحقيقه، لانه الفكره دلوقتي ان احنا نعمله في الهرم نفسه. يعني دلوقتي انت المهرجان ده هرم، شعاره الهرم الذهبي، جايزه بتاعته طول عمرها يعني هي الهرم. فطيب احنا عندنا الهرم نفسه، ما نعمل الحفلة في الهرم نفسه. في تفكير في كده يعني، يعني نقطة الكبار فقط بتقطع، ما فيش العائلة مش هتخش المهرجان خالص، لان ما فيش مهرجانات سينمائية للعائلة، فيش مهرجانات سينمائية للأطفال، الا المهرجانات المخصصة للأطفال، لأفلام الأطفال. ودي مسألة طبعا لازم نرسخها في مصر عشان حماية أطفال مصر من انها تشوف أفلام ملهاش علاقة بالأطفال، وما نقدرش نحول المهرجان الى افلام اطفال عشان الاطفال يخشوا. احنا بنعمل المؤتمر ده مش عشان الدوره الجديده، ولا هنعمل تقليد جديد، احنا بنقدم كشف حساب للاداره الجديده ماذا فعلت في 6 شهور الماضيه بس. يعني هو ده موضوع المؤتمر، موضوعه كشف حساب للراي العام مطبوعا وشفهيا وللمناقشه. هنروح للفنان الكوميدي محمود عزب، واللي اشتهر بتقديمه لفن المونولوج، لكن النهارده بيقدم تجربه مختلفه من خلال بطوله مسرحيه اللي خايف يروح مع صديقه الفنان صبري فواز، واللي بيعود للاخراج المسرحي من جديد. بتدور احداث المسرحيه حول فرقه فنيه من الاقاليم بتسافر للقاهره وبتعرض فنها للجمهور، لكنها بتقابلها العديد من المشاكل وبيضطروا لعرض فنهم في الشارع. تفاصيل أكتر هنعرفها حالا من الفنان محمود عزب، واللي هيكلمنا أكتر عن مشاركته في مسرحية الجديدة اللي خايف يروح. والله أنا مقدم رواية أخرج صبري فواز، وصبري فواز مخرج كويس جدا، إلى جانب طبعا أنه ممثل كويس جدا. الرواية عجبتني، حسيت في لحظة من اللحظات ان انا لو جبت مؤلف علشان يعمل لي مسرحية ويفصل عليها مسرحية، مش هتكون احسن من اللي خايف يروح، لان فيها جزئيات بتمثلني انا شخصيا، اللي هي ان انا بجسد شخصيات. وعلشان كده مفاجأة لقناة دريم، من الشخصيات اللي عاملها في المسرحية شخصية الدكتور محمد مرسي فترة حكمه. يعني الرواية ممكن تكون بتمثل الـ30 سنة بتوع حسني مبارك، والعشر دقايق الأخرانيين بيمثلوا فترة مرسي وهي السنة اللي هو يعني بيخلص على طول. لا هو مش كده بالظبط. يعني أنا الرواية نفسها من الأول زي ما حكيت لك كده، حاسس إنها متفصلة لي يعني. ففيها الاتنين، لأن أنا برضو مش هقدر أصدم المشاهد اللي جاي وعارف عزب وعارف شغل عزب وعارف أنا عملت شخصيات عاملة إزاي، وفي نفس الوقت يجي ما يلاقيش الكلام ده.
وبرضه من الحاجات الحلوه في العرض ده ان انا بقلد شخصيه، بجسد شخصيه ممثل معانا في الفرقه، لان الروايه بتقول كده ان احنا دخلنا مكان شفنا ناس قمنا رايحين ممثلينهم قدام الناس، فالناس راحت عامله هوجة. وده ماستر سين في المسرحيه يعني. فهقلد الفنان ضياء عبد الخالق. يعني مش رمضان، هي يعني كل سنه يعني بقدم حاجه تقريبا للناس. في المفروض عزب جود تالنت ده دلوقتي، انا تقريبا بعد نعرض شهر كده ولا حاجه من المسرحيه، وهبدا تصويره باذن الله. بقدم لا برنامج لا مش زي الوش الثاني، هو بالظبط نفس الفورمات بتاع عربس كود تالنت، اللي هو بتاع احمد حلمي ونجوى كرم وعلي فانا هعمل الشخصيات دي، بس المتسابقين واللي عندهم تالنت هم السياسيين. وصلنا دلوقتي لاخر فقره في البرنامج، واهم تعليقات على شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. واول تعليق معانا للفنان ايمان البحري درويش، بيقول 10% فقط هو ما يعتمد عليه المجلس في تحديد مصير النقابه والموسيقيين، وسحب الثقه مني امر باطل بحكم القضاء الاداري. صبا مبارك، انا ممثله ولازم اقدم كل الادوار. جيهان فاضل، من منا لم يغير افكاره وموقفه خلال الثلاث سنوات نتيجه لما حدث من مستجدات. ياسمين رئيس، انتظروا قريبا فيلم فتاه المصنع وتحديدا يوم 19 مارس، وقررنا اهداء الفيلم للراحله سعاد حسني. الفنان هاني رمزي، احنا محتاجين ثورة ثقافية لتغيير العقول. ايمن بهجة قمر، اي رئيس هيقمع الشعب يعرف ان نهايته هتكون وراء القضبان. مصطفى بكري، شكرا لدولة السعودية على موقفها بعد ان اعلنت جماعة الاخوان وجبهة النصرة جماعات ارهابية. واخيرا خالد سليم، الله يحميك يا مصر من كل شر. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة، استنوني كل يوم في نفس الميعاد من السبت للخميس، وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالالوان اندرسكور تبعي ادرينز، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. اشوفكم بكرة ان شاء الله.